حضرتك اعتذرتي عن بعض الاعمال. اه ليه اعتذرتي عن مسرحيه ورايا على السرايا؟ اللي هي مجانينو عملوه بعد مجانينو غيروا الاسم. غيروا الاسم وعملوه فيلم بعد كده. لا ما لما عملنا بروفات وكده لقيت المسائل مش مظبوطه خالص يعني. لقيتي ايه؟ ما لقيتش روحي، ما لقيتش نفسي، ولقيت نفسي ان انا ما يصحش ان انا اعمل ده. يعني الدور كان طبيبه نفسيه وبتقلع وبترقص وبتغني، مختله عقليا. مش مختله بس هي شايفه حاجات من وجهه نظرها. بس مش مختله. لا هي مش مختله عقليا. لا 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 هي هي مقتنعه باللي هي بتعمله. بس انت عملتي بروفات للشخصيه. بس حتى الحقيقه الاستاذ محمود حميده كان هيعملها معايا. وبعدين هو اعتذر وانا اعتذرت وراه على طول. كانت اخراج الاستاذ شاكر عبد اللطيف. كان شاكر عبد اللطيف. صح مظبوط. واختلفتي معايا بيقال؟ لا لا ما اختلفناش، بالعكس شاكر انسان مهذب جدا. انا يعني ما بختلفش مع حد في العمل. يعني تملي لما اخش عمل ابقى حاسه عارفه انا داخله مع مين. الناس كويسه، ناس لطيفه، ناس بتتفاهم الامور اوكي. ناس كده كده من اولها باخد بعضي وامشي. انما لا ما اختلفناش، بس العمل ما كانش. تسمحيلي اسالك سؤال، ايه سر خلافاتك مع المخرج سمير الصدفي؟ سمير الصدفي ده مسلسل كان اسمه الغابه. ايوه. وكنت اياميها عامله زينب العرش ومخلصاه يعني من زمان. فكلمني يحيى العالمي كان هو المنتج المنفذ للعمل. وقال لي مسلسل وعظيم وحاجه فظيعه ومش يا يحيى يعني المسلسل ده بعد زينب العرش هيبقى على نفس مستوى زينب او احسن من زينب. قال لي احسن بكتير. وده 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 مين؟ طب انت اللي هتكر؟ قال لي لا انا المخرج سمير. قلت له انا ما اعرفوش وما سمعتش عنه. قال لي لا ده مخرج واعد وكويس. وي 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 قلت خلاص ما دام يحيى بيقول كده يبقى اكيد شايف فيه في حاجه. فبعت لي النص الحقيقه وقريته ولقيت فيه شيء جميل يعني في النص، حدوته حلوه. مش في قوه زينب العصر. لا لا خالص. بس فقريت لقيت النص حلو حقيقي. والكاست كان حلو قوي والشغل كان ظريف وكل حاجه. بس انا ما كنتش متعوده ان انا اروح من 10 الصبح اشتغل الساعه 5 6 بعد الظهر. لا طبعا ما ينفعش. فكان الاستاذ سمير شويه يمكن كان ظروف الديكورات، ظروف المشاهد يعني ظروف. ما هي ديكوري. فانت ما تجيبنيش من 10 وتشغلني 4 5. انت بتشتغل بالممثلين التانيين يبقى تديني اوردر من 2 من 3 مثلا. لان انا بروح جاهزه بمكياجي بكده. وانا كنت بعمل افلام وبشتغل. فيعني ما تاخدنيش من 10 تشغلني. فابتدت الحكايه دي تتكرر كتير جدا جدا. وابتدوا يحطوا اللوم على مين؟ على النجمة اللي في المسلسل. ليه؟ هي اللي مأخرة، هي اللي معطلة، هي اللي بتيجي متأخر. طب أنا باجي بقعد بالأربع خمس ساعات. فبالتالي بقى لما يجيني الأوردر ما بقتش أروح في معادي. طبعًا. ليه؟ لأن أنا بروح أقعد في الأوضة بالأربع خمس ساعات ما أشتغلش. فابتدى يحصل بقى عملية إن أنا بقى اللي حابة اتهموكي بإنك أنت إهدار المال العام. فابتديت أروح في معادي وأروح داخلة من تحت في التلفزيون على في مكتب أمن تحت كده، أروح عاملة محضر إن أنا جيت الساعة كذا. اثبت لي الحالة عشان أعرف أنا هشتغل إمتى. كويس. ابتديت أعمل بقى الحكاية دي. فابتدى الشغل. مين اللي نصحك بقى تعملي الحكاية دي؟ الله يرحمه يحيى العالمي نفسه. قال لي اذا كانت الحكايه كده وانك انت بتيجي تقعدي فعلا كده يبقى تعالي اعملي محضر باثبات الحاله ده. فانا بقيت اعمل كده الحقيقه. ومن ساعه ما عملت كده ابتدى الالتزام يحصل. بس فدي كانت المشكله اللي في المسلسل. دي كانت مشكله. وكملتي المسلسل؟ كملته بس كان على اعصابي. وده برضو من المسلسلات اللي انا بندم ان انا عملتها. ليه؟ لا ما كانش موفق، ما كانش الدور موفق، ما خدش الصدى بتاع زينب. لا 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 لان بقى بدل في مشاكل وبقى في شد بيني وبينه وبقى في حاجات كده فالمسائل باظت.